السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أحبك بالله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. معلش يا شيخ سؤال بس كده، كان عندي واحد جاري حلف على زوجته يمين أول يمين بيقول على الطلاق بالثلاثة تحرم عليا زي أم أختي لو نزلتي، وراحت نزلت. وبعد كده فاتت الأيام شهور وراح حلف عليها ثاني مرة قال لها على الطلاق بالثلاثة لو نزلتي يبقى على الطلاق ما انت نازلة. بعد كده راح سأل عفوا هذه المرة الأولى ماذا قال فيها؟ قال على تحرم عليا زي أم وأختي، يعني ظهار. ونزلت. قال لا ونزلت. هل كفر يعني هل كفر كفارة ظهار أم لم يكفر؟ ما كفرش حاجه، هو بس انا كل ما فيها ان هي زوجته دلوقتي قالت له لا احنا ايه احنا كده عايشين مع بعض، يعني ايه شبه لا لازم ايه لازم نشوف شيخ ونسال فيها، لان كده ما ينفعش صوره الله يعني ما ينفعش يجامعها ولا اي حاجه. فهو راح قال لها نسال، فسال فهو خايف من اول اللي قالت له لا ده اليمين الاولاني وفي يمين ثاني، فاليمين الاولاني ان هو تحرم عليا زي ام واختي، واليمين الثاني قال لها اصبر عليا طيب على الصلاه الثلاثه ما انت نازله. طيب اصبر علينا بس، يعني اليمين الأول كفارته كفارة ظهار، فيجب أن يمتنع عنها حتى يصوم شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يعاشرها. هذا اليمين الأول. قبل ما يعاشرها يصوم شهرين، إن عجز عن الصيام أطعم. أطعم إن عجز، إن عجز. فهمت؟ أما لا يستطيع الصيام لازم يصوم. اليمين الثاني على الطلاق بالثلاثة ما أنت نازلة كفارة يمين. اليمين الثاني. أيوه. هل قلناها؟ اللي هو طعم 10؟ أيوه. هل قلناها في حياته مرة أنت طالق؟ لا. خالص. طيب الله يحفظه. شكراً.